أكيد لتكريم الآباء والأمهات بكل أنحاء العالم، ويعد اليوم العالمي هذا هو فرصة لتكريم الآباء والأمهات، أكيد لالتزامهم، للتضحيات اللي بيقدموها، ولكل الأمور اللي بنشوفها اللي هي أكيد بتكون هيك حب، خلينا نقول بلا شروط، أكيد اللي بيكون عم يقدموه أكيد الأهل لأطفالهم. طبعاً يعني الأم والأب هن القاعدة الأساسية الأولى لأي أسرة مستقرة بأي مجتمع، لحتى يقدروا يكونوا يعني يستحقوا مثل ما قلنا هذا اللقب إذا فينا نقول. صحيح. يقدروا يكونوا يتحملوا المسؤولية الرئيسية لرعاية وحماية أطفالهم، يمنحون السعادة، يمنحون المحبة، التفاهم، لحتى يكبروا هالأطفال ببيئة صحية متكاملة. والأهل يعني بكل أنحاء العالم بغض النظر عن أي شيء، هن طبعا أكيد يعني شيء مهم جدا بحياتنا، وهن الأمان خلينا نقول لأولادهم. خلينا نحكي أكثر يعني بمناسبة هذا اليوم عن دور الوالدين ببناء الأسرة، وصارت معنا الاستشارية الأسرية النفسية الأستاذة هبة العرنوس. صباح الخير استاذه هبه، صباحك يا رب. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي معنا. يعني احنا بنشوف بالعاده هيك في عيد الام، في صرنا نسمع اخر كم سنه عيد الاب، يعني مو كل العالم بيحتفلوا فيه، بس انه ايضا موجود. اليوم هو عيد الوالدين، قديش مهم فعلا انه نحن خلينا نقول كاطفال او كهن عندهم هدول الاهل، قديش هن عندهم دور فعلا بتكريم امهم وابوهم بهذا النهار؟ طبعا اكيد، اول شيء نحن يعني من هذا المكان وبهي اللحظه بدنا نهني ونبارك ان كان ولو هو تكريم لفظي لاي جهد واي عمل قاموه فيه الوالدين، وبدون اي تذمر وبدون اي اعتراض على اي شيء قدموه ولو كان هو لا يتناسب معنا، لانه هن قدموا احسن شيء بيقدروا عليه حسب معلوماتهم، حسب قدرتهم، وحسب الشيء المكان والظرف اللي كانوا هن موجودين فيه. فاكيد مهم موضوع احتفال او موضوع تكريم الوالدين بحد ذاته. هلا بهذا اليوم انا ممكن تساليني، طب نحن شو بدنا نعمل؟ نحن كل السنه او نحن مثلا بعاداتنا بمجتمعنا اصلا نحن بنكرم الاب والوالدين كثير، وبالنسبه لنا نحن لهم هن اهميه، لهم اهميه عاليه. طب انا كيف فيني خلي هي المكانه بالنسبه ان كان هلا الجيل اللي طالع اللي عم يحكي عن قوه الشخصيه، عن الثقه بالنفس، عن تقدير الذات، صار عندنا نحن النديه بين الام والاب. صح. وبين الاطفال، انه انا ليش انت ايه وانا لا؟ صرنا نسمع كلمات من الطفل لامه وابوه، ليه انت تسهر وانا ما اسهر؟ حتى بنشوف يوتيوبر يعني بتصور كيف هي مثلا عم تحكي مع بنوتها وعم تورجيكي كيف هي عم تتصور، انه شوفي شلون انه عليها شو جريئه، او مثلا اشتقت لها لامها انه ما دخلك او انت ما حاخذك معي، فهي عم تصورها من باب الفكاهه، ولكن هو للاسف هذا نشر ثقافه تماما بتعدي الخطوط الحمراء. وهنن هدول اليوتيوبرز للاسف اللي هنن عندهم مئات الاف المتابعين او ملايين المتابعين، اللي عم يساهموا نوعا ما بهي التربيه الخاطئه، خلينا نقول للأطفال بنشر هي الثقافه اللي هي تحتاج صارت عن جد يوم تكريم للوالدين، لحتى نحن نذكر فيها انه مع كل شيء ظاهر ومع كل شيء عندنا يا مستحدث، ان كان اليوتيوبر، ان كان حتى اختلاف الاراء، ان كان اي شيء ممكن نحن نختلف فيه بيننا وبين اهالينا فيه، بيجي دور هذا اليوم لحتى يرجع ويرسخ هي القيم من اول وجديد. نحن بدنا نركز على فكره انه اختلافنا مع الاباء هو مو اختلاف قيم، انما اختلاف توصيل هي القيمه. أكيد. يعني نحن عندنا هلا بهذا الوقت ممكن يقول لك انه ما حدا يضرب اخبار بيتك، ما في داعي حدا يعرف بزمان اول، ما بصير شو اللي بقلب البيت بصير ما بيطلع لبرا، هلا العالم عم تصور شو عم يصير بقلب البيت وعم تخبرك لحظه بلحظه عنهم وعن اولادهم تماما. فالمهم انه نحن نركز على فكره القيمه، هي قيمة الخصوصية، بينما طريقة حفاظنا على قيمة الخصوصية هي بتصير فيها مرونة وبتتراوح بين زمان أول وبين هلا. هون بتوقع المشاكل، يا أمي ليش هيك عم تطلعي، يا أمي ليش هيك عم تلبسي، يا أبي ليش هيك عم تساوي، وبيبلش هو بده يثبت قيمته. عملوا أحد المرات بدورة تدريبية كانوا حاضرين فيها الأم يعني الآباء والأبناء، سألوا الآباء شو بدك من ابنك يصير، شو حلمك، وطلبوا من الأبناء شو أكثر حاجة بتتمناها من أهلك. الجواب الصادم من الآباء كان إنه النسبة تفوق 62% من الموجودين طلبوا وظيفة حكومية لأبنائهم، وظيفة ثابتة بتأدي وبتأمن مستقبلهم. أنا بدي بس أورجيكي قد إيه نسبة الدراسة قوية، لأنه بتورجي قد إيه فكر عم يحاكيكي على فكرة القديم كان بالأول الموظف الحكومي هو أكثر شخص ثابت وراتبه واصل لعنده، بينما تحدث العمل والعلم. واكثر حاجه مطلوبه من الاباء وطلبوها الابناء هي الحب،
اكثر حاجه قديش ناقصهم معناتها. عن جد لما هيك عم تقري الاوراق انه بدي اياهم يحبوني، بدي اياهم يقبلوني، هيك بتوقفي انه معقول كل شيء عم يقدموه الاباء ما عم توصل للابناء انه واصل الحب لإلهم؟ هذا الشيء اللي نحن بدنا نركز عليه، نفهم احتياجات، يعني خلينا نقول الاهل يفهموا احتياجات اولادهم والاولاد تفهم احتياجات اهاليهم وشو بدهم منهم. طيب قبل اليوم ما ناخذ القرار اساسا لحتى نحن نجيب هالولد على هالدنيا، الاثنين المتزوجين جديد بنستسهل فكره انه ايه ولد بنلعب معه حبيبي كيوت كذا، بس ما بنعرف قد ايه في عن جد مسؤوليه كثير كبيره قبل ما انت تاخذ وتستعجل يمكن بهذا القرار. فشو الامور او الشروط او يعني كيف نحن لازم نخلق هي البيئه السليمه اللي نحن نفكر فيها صار الوقت لنجيب اولاد، او مفاهيم معينه نفهمها ونعرف انه تعلمناها فنحن قادرين انه نربي اولاد. تماما، وبالذات بتلاقي هي الثقافه موجوده عند الرجال اكثر، لما بيجي بيقول لك انه لازم نتعلم كيف نربي ابننا، انا بدك تجي تعلمها. لما بتصير عندنا بالسعاده الزوجيه تعالوا لحتى نعلمكم او نعلمكم الف باء الزواج، انا بدك تعلميني انا بعلم، اذا بدك جمعيهم انا بعلمهم انا بعطيهم دروس. فالفكره بهي النقطه، اذا انت بتجيبي اله جديده على البيت انت بتقري الكتالوج لما تحترق، بتقري كيف آلية عملها. نحن عم نجيب مخلوق جديد على الحياة وما معنا كتالوجهم، ما بنعرف آلية عمله، شو بيستثيره، شو بيغيظه، شو بيقهره، كيف احتياجاته. بنعتبر البكاء هو نغمة واحدة مع أنه هو أربع نغمات، بين نغمة الألم للجوع، نغمة الخوف، في عنا كثير بهدول بيتقلبوا. نحن عم نطالب بشيء اسمه رخصة القيادة الأسرية، مثل ما في رخصة عنا بالسيارة وبما بدك تسوقيها وبتتجدد، يكون في رخصة لقيادة هاي الأسرة. صحيح. وبتتجدد لأنه المعتقدات عم تختلف. طبعا. والآراء عم تختلف. قبل ما الاثنين هدول يتزوجوا ويجيبوا هذا الطفل وهو يكون بالأخير إما عبء على المجتمع وإما عن جد بيكون فعال وبيرفع يعني اسم بلده، فهذا الموضوع ما بيصير إلا بموضوع عن جد يصير رخصة، يكون الأم والأب موجودين ويتأهلوا كيف أنا بدي أنشئ هذا المولود. أنت ما بتتخيلي على قد ايه نفسية المرأة الحامل بتأثر وممكن تحمل، بتأثر على الجنين من هو بطن. يعني تجي أنت بتقولي لي بعمر المراهقة ابني صاير مزاجي بيبكي كثير منعزل، هو لأنه أعراض مراهقة. طب تعالي احكي لي عن فترة حملك، تعالي احكي لي إذا كان عندك رغبة بالحمل أو لا، تعالي احكي لي فترة ولادتك، انت كنتي قبلاني باي نوع من الولاده، انت بدك طبيعي. تخيلي على اي مستوى دقيق من المعلومات بيأثر على نفس الطفل. معناتها حتى المشاحنات بين الام والاب يعني الازواج وهي حامل كثير مهم كمان بتأثر، انه انا بدي اعرف اني انا هلا بدي اوصل له وجهه نظري، هذا الشياط والعياط والخناق اللي بيصير والمذابح اللي بتطلع بالذات بالتغير الهرموني عند المراه، هذا كله عند نفس الطفل، بيشعر الطفل شعور واحد، المشكله اللي عم تصير انا سببها. المشكله اذا هو قال كله بسبب انه اضطراب الهرموني تبعك، فهو هذا لما بيطلع اصلا جبتي مولود على الدنيا عنده شعور الضحيه. قد ايه لسه بدك تشتغلي، قد ايه صعب معناتها نحن نعرف هدول المعلومات قبل ما اقدم على خطوه الزواج. طبعا. لحتى اعرف انه انا شو بدي ضيف لنفسي معلومات قبل ما انا يصير عندي الحمل والانجاب. موضوع الام اللي بتحاول او الاب، خليني اقول الام اكثر، تفضي اي مشاعر احتياج عندها من الحاجه الى الاحتواء والضم والقبول، تلاقيها أطفتها كلياتها بابنها، لدرجة إنه هي ما بترغب طفلة ينام برات الغرفة لعمر سنتين أو ثلاثة، لازم يبقى معها بنفس الضغط. وهون نحن صرنا عم نخلق ديال بين الابن والأب. صحيح. عنا في مشكلة، هي عم تعوض فيه مشاعر الحب، وبالتالي على فكرة بتلاقي هاي الأمهات عندها مشكلة مع الكمية لاحقا. هذا ليش تخلي مرتك هيك؟ ما بصير. ودائما بتخلي انه ما تبقى عنده كنه، ما تبقى عنده مرا، لانه انا السلطه، انا الام، انت من عندي بتاخذ ارائك. تمام، معناتها نحن متفقين انه تنشئه الاطفال، خلينا نقول يعني ذكرت ايه كلمه باول الفقره انه اي اثنين الله اكيد اذا طعموا ان شاء الله اولاد هن بيقدروا يجيبوا اولاد، يعني هي مرحله انه الواحد يجيب اولاد هي مو هون المشكله، هي المشكله اكيد بموضوع التربيه وكيف نحن عم ننشئ الطفل. واتفقنا انه التنشئه بتبدا فعلا من المرحله الجنينيه اللي هي بيكون الطفل موجود ببطن امه ومن بعدها بتكبر. طيب نحن هون كيف لازم تكون التنشئه الصحيحه؟ يعني نحن اليوم بنضل حتى الاهالي هن ما رح ننكر انه ايام بيجلدوا نفسهم وبيلوموا نفسهم ودائما بيحسوا حالهم مقصرين وخاصه بهالظروف الصعبه، كيف هن فعلا اليوم ضمن
هالجيل الجديد اللي طالع اللي اصلا هو ما انه سهل التعامل معه، وضمن الظروف الصعبه اللي عم نعيشها نحن فعلا نقدر ننشئ جيل واطفال يكونوا صحيحين وصحيين. تماما. اول شيء بدي ركز عليه هو موضوع الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء ما تكون مطاطه، يعني انا لما بدي احط خط احمر بالبيت على فرض الرموز الدينيه ممنوع حتى المزح فيها، انا عم حط خط احمر، يعني لا نكته لا مزح لا هرج ولا شيء بخص اي رمز ديني. انا هون عم بدي خلي ابني يحترم ديانته ويحترم ديانه الاشخاص الاخرين اللي هي صارت اصلا ظاهره بشكل كثير واسع، وهو عم يشوفها اصلا على الفيس على اليوتيوب، بلش عم يبلش يخالط حتى ثقافات اخرى. فانا بدي احط الخطوط الحمراء اثناء التنشئه من الاساس. ما في مره الطفل اذا كان الكلام مسيء اذا حكاه بطريقه لطيفه يقبشني وتعال قول لعمه كيف بتكون مبسوطين فيه ومبسوطين فيه وعم نضحك، ولما كبر شوي صار بتزبط كلامه اجى يقول الكلمه بقول له هو صعيب انا هون صار في عندي ازدواجيه تماما. ولو كانت كثير طالعه لطيفه وحلوه، ولو كانت يعني بشكل كثير رائع عم تطلع وانت كثير حبيتي الطريقه، بس تذكري انه انا عم شكل قيمه. صحيح. لما انت ضحكتي عليها فهي بالنسبه له ترسخت لهذا الطفل انه عيده وثبات عليها. لما بنشوف الطفل عنده حب دائما انه يشتري يشتري بدي يجيب بيبكي بالمول، عنده رغبه دائما ياخذ الغراض، دائما بنلبي له رغباته كرمال لي. احنا بنخاف على المرآة الاجتماعيه، هلا شو بدهم يقولوا عني؟ معقوله اطلع قدامهم كحتوته؟ انا وش اعلامي؟ معقوله يشوفوني اني انا تاركه هيك عم يحكي؟ لا لا ما بصير. لا يعني ايه بتصير هذا الشيء بتحسي انه بس تذكري انه انا هذا اللي حيبقى لي اللي هو ابني اكثر من اي مظهر اخر. شو ما حكوا العالم انا عم ربيه انا فهمانه تماما. فببساطه صدق وهي صارت معي عم تبكي بنوتي قدام المحل، قلت لها اوكي خلصتي بس تخلصي لحتى نحن نتناقش، هي لساتها عم تبكي يعني اوكي عم نستمر انه انا بدي اياها لهي اللعبه، وعم تبكي وعم تبكي خلصتي طيب نحن اتفقنا انه ما حنطلع اليوم ما في اليوم شراء لعب ماشي. لما بتلاقي هي الوسيله اللي هي عم تحارب فيها ما نفع ما نفعتها وانت حرقتي لها اياها ما بقى تبتزك فيها مره ثانيه. يا الله بس قد ايه بدها طوله بال. تماما يعني في اوقات بتحسي انه تماما كثير بدها وهذا الشيء اللي بيصير عند الاهل انه عندها عزيمه طب خذي الايباد، عندها مناسبه عندها شيء طلع من البيت خذي الايباد، بس انه بشان انت مع انه مبداها انه هي ما بدها تخلي بنتها او ابنها يشوف الايباد، بس هي هلا مشغوله مضغوطه هلا معلش يلا التهي لك هالساعتين التهي لك هالساعتين. وهون حنشوف دائما مرحله التغيير الام بحد ذاتها حتروح للجانب الاريح والاهون، او خليني اقول معظم الامهات حيروحوا للجانب الاهون بانهم يقوموا ويغيروا عاده من العادات. معناتها نحن حكينا على البنيه المعرفيه اساسا عند الام لازم تعرف ليش بدي ربي هذا الولد، ثاني شيء بدها تعرف هي مرآتها الاجتماعيه انا مين الاهم بالنسبه لي ابني ولا المجتمع ولا اللي شو ما عملت شو ما عملت اذا اعطيتها حيقولوا لي لطيفه مميعته واذا ما اعطيتها حيقولوا لي شو كحتوته ما بتعرفي ما حيرضي المجتمع. فاعملي الشيء اللي انت برايك كقيمه. وبدك تعرفي اخيرا هذا الشيء اي شيء بالكون من الام والاب تجاه الابناء بحركوا شغلتين اما بعيدا عن واما نحوه. اما لما الاهل بيقولوا لاولادهم روحوا اعملوا هذا الشيء لانه في خوف بقلبهم عم يخليهم هن يتحركوا، او بدهم ابنهم يشتغل نحو قمه نحو نجاح. لما تعرفي اهلك انت عم تحكي معه ماما خليني اشتغل، ماما اذا سافرت وعملت عقد برا، واذا طلعت انا واذا ساويت واذا كلها عم تحكي نحو النجاح، امك عم تقول لك يا امي ما بصير انت بنت هالبلد، امك عم تحكي معك من مبدا خوف وبعدا عن انك انت اذا رحتي ما بقى ترجعي، وانت عم تحكي نحو اهداف واحلام النجاح. لما بنوحد لغه الكلام مع ابنائنا نعرف هن اللي عم يحكوا منه منطلق نحو او بعيدا عن، كثير حنسهل هي النديه اللي بتصير. صحيح. وهي المشاجرات اللي بتصير بيننا وبين الاباء. يعني حديث والله ممتع وقيم هيك المعلومات اللي فيه كثير، شكرا كثير لوجودك معنا استاذه هبه، بانتظارك ان شاء الله بلقاءات قادمه لهيك توسع بكل فكره بقى حكيناها اليوم على حدا ان شاء الله. ان شاء الله تعالي شكرا كثير.